طلب عدد من سكان محافظة عجلون بتكثيف الرقابة على عمل أصحاب المقالع والكسارات المخالفة نظراً لتأثيراتها السلبية، خاصة بمرور قلابات بحمولة خطرة بين الأحياء السكنية. من جهته قال مدير البيئة في محافظتي جرش وعجلون إن المقالع الحجرية تعتبر من البؤر البيئية الساخنة، حيث يقوم العديد من أصحاب المحاجر باستغلال الأراضي المملوكة والحرجية للعمل، مما يؤدي إلى التشوه البيئي في الطبيعة. مراسل المملكة أسامة المومني، أهلا بك أسامة. أسامة، أبرز التحديات البيئية والمشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة جراء المقالع الحجرية. نعم زرالدة، نحن نتواجد الآن في محافظة عجلون وتحديدا في لواء كفرنجة في منطقة حي النمر. كنا نرصد معاناة السكان الكبيرة هنا جراء وجود المقالع الحجرية المرخصة وبعض هذه المقالع غير مرخصة. المعاناة هنا بداية تكون من القلابات والشاحنات التي تكون بحمولات خطرة وتسير على الطرقات بين الأحياء السكنية، إضافة إلى الغبار المنبعث من هذه المقالع الحجرية الذي يصل إلى المنازل ويهدد سلامة السكان، إضافة إلى وجود أصوات وإزعاج كبير تتسبب به هذه المقالع الحجرية. طبعا هنا في محافظة عجلون يوجد نحو 20 مقلع مرخصة بشكل رسمي وحاصلة على كافة التراخيص ضمن شروط تعمل على استيفائها هذه المقالع التي حصلت على التراخيص، من ضمنها البعد عن الأحياء السكنية وخارج حدود التنظيم أن تكون هذه المقالع الحجرية لتتمكن من استكمال عملها. ينضم إلينا أكثر لتفاصيل أكثر رئيس مجلس محافظة عجلون ليحدثنا أكثر عن هذه المقالع الحجرية. مرحبا بك دكتور. شكرا أخي الكريم. أولا أود أن أشير إلى أن هذا القطاع يعمل فيه كثير من أبناء المنطقة ويستفيد منه إن كانوا مستثمرين أو عمالة، لذلك فهي فرصة تحقق دخل لأبناء المنطقة، ونحن حريصين أن نحقق دخل لأبناء المنطقة وأن يكون هناك مجالات يستفيدون منها. لكن هذا القطاع هو مرتبط بثلاث عناصر. العنصر الأول هو المستثمرين والذين يعملون في المحاجر وأصحاب الرخص، والعنصر الثاني هو الوزارات المعنية التي تعطي الترخيص من خلال وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة وكذلك المحافظة، والعنصر الثالث هي البنية التحتية. يجب أن نراعي ثلاثة عناصر لكي تتحقق المصلحة العليا للوطن. أولا، هذه المحاجر بمجملها هي محاجر وضعها عشوائي، ليست منظمة. لابد من أن يكون هنالك تنظيما حقيقيا بين أطراف العلاقة الثلاثة، في مقدمتها أن المحجر يجب أن يكون يغطي كافة المستلزمات لحماية البيئة وحماية الطرقات والبنية الخدماتية. لابد من وضع أسس معينة من ضمنها كفالة على صاحب المحجر أن لا يقوم بالعبث في المهمات والمصالح التي يتأثر منها المواطنين. الطرق الموجودة طرق محلية ليست مصممة على أن يكون هنالك حمولات محورية عالية جدا، وكذلك المواطنين يعانون من الحمولات الكثيرة والقلابات التي تحمل هذه الحمولات والتي تؤثر على سلامة أبنائهم. كذلك هنالك عشوائية في الحفريات وترك الآثار ومخلفاتها، وهي مؤذية للبيئة ومؤذية للناس كلها. أيضا لابد من أن يكون هنالك استحقاق أن يستخدموا طرقا ترابية. حينما يسمحوا بالتصريح لمحجر يجب أن يستخدموا طرقا ترابية، هذه الطرق تصل إلى طرق رئيسية تتحمل الحمولات الموجودة. هنالك موضوع مهم جدا هو أن لا يكون هنالك حمولات تزيد عن الحمولات التصميمية للطرق، فنجد أن كثير من قلابات والشاحنات التي تحمل الأحجار منتجات هذه المحاجر تكون حمولاتها زائدة جدا، مما يجعلها تدمر البنية التحتية، تدمر الطرق، وتدمر مناهل الصرف الصحي ومناهل المياه، وهذا كله يؤثر سلبا، وهنالك تذمر كبير جدا المواطنين بأن يكون هنالك تنظيما حقيقيا يحقق المصلحة للأطراف الثلاثة. لكن أين دور الجهات الرقابية والجهات المعنية بالرقابة وفرض الرقابة على هذه الشاحنات وعلى هذه المقالة؟ حقيقة هنالك دور رقابي من وزارة الأشغال العامة بأن يكون هنالك موازين منتشرة على مداخل الطرق اللي بتودي للمحاجر، بحيث أن لا يكون هنالك حمولات زائدة، وإذا كان هنالك حمولات زائدة يجب أن ينذر صاحب المقلع وأن يغلق إذا لم يلتزم. هذه واحدة. الثانية، البيئة يجب أن تراعي وتكشف باستمرار ويكون هنالك مدونة سلوك يلتزم فيها أصحاب المقالع. البعد الثالث، أيضا أصحاب المقالع يجب أن ننظر لهم أنهم أصحاب
طلب رزق، لذلك لابد من تنظيم عملهم وتسويق أصلا منتجاتهم. الآن يعانون من الكساد ويعانون من قلة الدخل، لماذا؟ لأنه لا يوجد تسويق لمنتجاتهم. هذه كلها يجب أن تراعيها، ويكون هنالك مجلس لإدارة هذه، مجلس من الدوائر وأصحاب العلاقة المعنيين لإدارتها بحصافة، ويكون هنالك إنصاف لأصحاب العلاقة وتحقيق المصلحة العليا للمواطن والوطن. شكرا لك دكتور محمد نور أصمادي رئيس مجلس محافظة عجلون. إذا زيرالدا استمعنا لرئيس مجلس محافظة عجلون حول هذا الموضوع. مدير البيئة في محافظتي جرش وعجلون أكد في تصريحات للمملكة اليوم بأنه خلال هذا العام تم إغلاق 7 مقالع غير مستكملة لشروط الترخيص، والمقالع الأخرى 20 التي حصلت على شروط الترخيص تقوم الجهات المعنية بفرض الرقابة، ولكن السكان هنا يقولون بأن معاناتهم مستمرة منذ سنوات دون وجود أي حلول لهذه المعاناة، إضافة إلى أن أصحاب هذه المقالع وبعد الانتهاء من عملهم بعد الانتهاء من عملهم لا يقومون بتصويب أوضاعهم وإعادة الأمور كما كانت عليه. هناك شروط بإعادة وضع أتربة في هذا المناطق وتغطية الحفر الكبيرة التي تخلفها هذه المقالع، إضافة إلى زراعة الأشجار، ولكن السكان هنا يقولون بأن أصحاب هذه المقالع لم يلتزموا. إضافة ما يزيد معاناة سكان كفرنجي ولواء كفرنجي تحديدا وهي الطرق الوعرة والجبال المرتفعة جدا على هذه الطرق، هذا ما يزيد المخاطر الكبيرة على الأطفال وعلى القاطنين في هذه المناطق من حادث تدهور لا سمح الله لهذه الشاحنات التي تعبر بين الأحياء السكنية. نعم، شكرا لك أسامة المومني مراسل المملكة.